اهلا بيكم في حلقه جديده من الجواز وسنينه. النهارده هنتكلم عن سيسيد. مش عارفه اذا كان لازم اقوم اقف احتراما يعني ولا اعمل ايه عشان سيسيد اللي هنتكلم عليه ده. المهم ان سيسيد احمد عبد الجواد اللي في بيته ده المقصود بيه كل زوج حاكم امر ناهي، الحاكم بامره يعني في البيت، اللي هو الدكتاتور اللي ما بيسمعش غير صوته وما بيهتمش غير بارائه ومش مسموح لاي حد تاني انه يتكلم في البيت حتى ولو من باب السؤال او التفاهم. النوع ده من الرجال عنده تصور انه هو ده الطريقه الوحيده انه يحصل على الاحترام، وطبعا ده فهم مغلوط تماماً. ليه بقى؟ لأن هو بيستمتع مش بالاحترام، هو بيستمتع بخوف الناس اللي حواليه في البيت، هم خايفين منه لسبب ما من الأسباب، وعلى فكرة هو بيحاول يخوفهم منه لأن هو شخصياً بيخاف، وبالتالي هو بيقهر الأضعف منه، والأضعف منه في الحالة دي بتبقى الزوجة والأبناء، وده بيدي إحساس بالقوة وبالأمان وبأن هو عنده سطوة يعني كده وقوة معنوية. لو الكلام ده فضل على طول كده في وجود الست أمينة اللي أعتقد أنها ما بقتش موجودة حالياً، يعني اللي هي الست اللي تسكت على الظلم، لأن دلوقتي الستات أصبحت مش مقهورات قوي يعني، وبيقدروا ان هم يتحركوا او يشتغلوا او تتكسب عيشتها، وبالتالي هيبقى صعب جدا انها تتقبله. المفروض ان البني ادم يحصل على الاحترام والحب مش الخوف من اللي حواليه، الا اذا كانت الست مصابه بداء ستوكهولم، وده موضوع تاني خالص. بوجه عام الانسان اللي هو المواصفات دي مش من مواصفات الرجوله. النوع ده من الازواج بيخلوا الزوجات تقدر تعمل كل حاجه من وراه، بتبتدي تحاول تتحايل انها تحصل على اللي هي عايزاه، تعمل اللي هي عايزه تعمله من وراه، وبتنجح عاده. الستات بتنجح لان الستات كيدهن عظيم، بتنجح انها تعمل كل حاجه من وراه، وما هياش برضو زي ست امينه اللي لما تعمل حاجه من وراه وتقع هتروح معترفه له على طول. لا طبعا، هو كده ما كونش علاقه صحيحه، ده مش جواز مظبوط، ده مش جواز في طيبه ولا في حنيه ولا في محبه حتى. الزوج متصور ان هو مسيطر على مقدرات الامور في البيت، لكن هو في الحقيقه مش مسيطر على حاجه خالص، هي الناس قدامه بس اللي بتعمل اللي هو عايزه، لكن من وراه بتعمل الحاجات التانيه خالص. ويمكن بفكر الناس بياسين ابن السيد احمد عبد الجواد اللي كان رخر داير على حل شعره رغم ان بابا راجل مرعب في البيت يعني، وفكروا برضو بنته اللي حبت الضابط اللي كان بيمر تحت الشباك، وبرضو ما عندوش ادنى فكره عن الموضوع. بوجه عام الدكتاتوريه في البيت سواء من الزوج او من الزوجه لا يمكن ينتج عنها اسره سعيده ولا اسره مترابطه ولا حياه كريمه، والناس لازم تفكر دايما في بكره، تفكر في اولادها، تفكر في مستقبل الاولاد اللي هتسيبهم للمجتمع بعد كده، لان احنا في يوم من الايام كاباء وامهات بنعجز وبنكبر وبنضعف، وبالتالي مطلوب ان اولادنا نكون ربيناهم تربيه كويسه عشان يقدروا يرعونا بعد كده. انما للاسف النوع ده من الناس عاده لما بيكبر ويعجز ويبقى ضعيف بيفاجئ ان هو بقى هو المقهور في البيت، لان هو ما زرعش المحبه، ما زرعش الاحترام الحقيقي، ما زرعش الحب الحقيقي بينه وبين اولاده، فعاده ما بيرحموهوش قوي لما بيكبر، وما بيتعاملوش معاه بكل محبه، وما بيضحوش عشانه، لانه في يوم من الايام هو ما ضحاش عشانهم. المفروض انك انت كاب او كزوج، لان ده عاده بيبقى من الزوج، تحاول انك انت حتى لو في طبعك، حتى لو انت خايف من حاجه معينه، انك انت تتعامل مع اهلك ومع اللي حواليك بالحوار وبالكلام وبالمحبه، ده يضمن لك انت بعد كده حياه سعيده، ويضمن لك ان البيت فعلا يمشي زي ما انت عايزه، مش يبقى انت متصور ان الدنيا جميله جدا وروعه وان الدنيا عندك هيصه. وقابلكم في حلقه تانية من الجواز وسنينه.